كوتش منور من ورلد جيم جراي سكوير. النهارده هنتعلم تاني حركه معانا في اساسيات الكيك بوكسنج، وهي حركه الهوك. طبعا احنا اتفقنا ان احنا بنقف 5 بوزيشن بالمنظر ده. تاني حاجه عندي ايه الهوك بتتلعب ازاي. اول حاجه ايدي مقفوله بالمنظر ده. طيب الجاب والكروس احنا عملناهم كانوا بيطلعوا ستريت قدام كتفي بالمنظر ده، لكن الهوك بتبقى شبه الخطاف شويه، هي بتبقى جايه من بره لحد هنا كده وبرجع تاني. طبعا الحركه دي بتحتاج ان انا الف فيها وسطي اكتر من الجاب والكروس، لازم وسطي يلف بالمنظر ده هنا. وطبعا دي مش بتتفرد في الاخر، يعني عشان كتفي هي بتقف لحد هنا من المنظر ده. ممكن العبها شمال، ممكن العبها يمين بالمنظر ده. طيب بتتضرب فين؟ بتتضرب في الدقن بس من الجنب، من الجزء اللي في الجنب، بتيجي في الفك السفلي، او برضو ممكن نضربها في الجسم او في الوش عامه، بس يعني هي دي البوينت المهمه جدا ان احنا نلعب فيها. تاني حاجه عندي او تاني ضربه عندي وهي الابر كات. الابر كات بتتلعب في التشان برضو، بس بتتلعب في التشان من تحت بالمنظر ده. انا بنزل حاجه بسيطه وبطلع برجلي لفوق تاني هنا كده. المنظر ده طبعا لو انا بلعبها على الهوا ايدي ما تروحش مني فوق قوي عشان ما يحصليش اصابه او حاجه لا قدر الله. بقف لحد هنا وارجع تاني، واخلي الضربه كلها جايه من الهيب بتاعتي بالمنظر ده. طيب وممكن برضو العبها بايدي الشمال برضو نفس الحركه، بس باخد فنت حاجه بسيطه قوي، بتني جسمي حاجه بسيطه ناحيه ايدي الشمال وبطلع بيها بالمنظر ده. احنا خلصنا الحركتين بتوعنا، اشوفكم في حلقة جديدة من برنامج يوم سعيد.